رجعنا لكم بعد الفاصل وحلقة الفتة لسه مستمرة. اللحمة بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن أنا فصفصتها الأول، حطيت معها الفحمة عشان خاطر الفحمة تديها نكهة الشوي أو نكهة الشواء. بعدين فصفصتها صغير زي ما أنتوا شايفين، ما هوش صغير قوي، مش زي الفراخ، قطعة كده متوسطة بتبقى مستوية قوي، وده الحلو في الفتة بتاعت الشواء دي. وبحطها في الصلصة اللي أنا عملتها بتاعت الخل والثوم. صدقوني من أروع وصفات الفتة، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي قوي. وطبعا المية أو المرقة اللي نزلت في الصينية بتاعت الفرن هي اللي سقيت بيها العيش والرز. طيب على ما تجهز أو على ما تغلي شوية الصلصة مع اللحمة، هبتدي أشتغل بقى في فتة الفريك. الفريك يا جماعة أهي، هجيب الحلة بس كتفين، هجيب الفريك وابتدي بالراحة أوزعه على العيش بالشكل ده. الفريك مفلفل وطعمه حلو ولونه ذهبي عشان الكركم اللي احنا اديناهوله. شفتوا الموضوع ما بيستاهلش، او يعني انا مديك افكار كتير، كل واحد حسب ما هو بيحب. الناس اللي بتحب اللحمه تعمل باللحمه، دي طريقه جديده للحمه وجميله جدا. الناس اللي بتحب الفراخ ممكن تعمل فته الفريك، هي حاجه جديده. الناس اللي بتعمل او اللي بتحب الحمام ممكن تعمل الحمام او السمان، ممكن تعملوا فراخ محشيه بالفريك ومتحمره في الفرن. الفته يعني عالم ممكن نتفنن فيه زي ما احنا عايزين. ممكن تعملوا بالريش، ممكن تعملوا بالكتف، ممكن تعمل بالكفتة زي ما عملنا السنة اللي فاتت. احنا كل مرة او كل موسم رمضاني بنتفنن في الفتة هي والعيد. تمام، انا هكتفي بالقدر ده. نسيت ان هي سخنة، تعملوش الحركة دي، وكمان لابسة الجوانتي فالموضوع صعب، يعني كان ممكن يلزق فيه البلاستيك ده. ما علينا، هقلب اللحمة دي كويس قوي مع الصوص عشان تتشرب منها قوي. واسيبها على نار هادية. هروح جايبة الفراخ بقى اللي طلعت من الفرن، هي متحمرة وكل حاجة، وهرصها بشياكة على الفتة بتاعتي. اهو بهذا الشكل اللطيف والحلو. مش محتاجة بقى غير شوية المكسرات على البقدونس، شوية رمان او كشمش زي ما انتوا عايزين. اهو الحاجة الخضرة وهي لسه سخنة، شوية الرمان أو الكشمش. وأخيرا شوية لوز أو صنوبر أو بندق أو فستق، المكسرات المتاحة رمضان ده، كل المكسرات الحمد لله بتبقى موجودة في البيت. تمام، ادي اول فته معانا جهزت. يلا اللي بعده، اللي بعده فته الحمام. هنحتاج الرز الاصفر اللي احنا جهزناه بالزعفران، انا حبيت الم المواضيع كلها في حلقه واحده، حبيت الحلقه بتاعت الفته يبقى فيها كذا اختيار. هنوزع الرز اهو، شفتوا الرز البسمتي مفلفل وحلو قوي. تمام كده، هجيب بقى
هجيب الاول قبل ما انزل بالحمام هجيب الصوص اللي بالليمون والخل اللي انا عملته في الاول والبقدونس لو تفتكروا اهو، هسقي بيه الرز ده والعيش عشان تبقى فته كده مزه حلوه قوي. حتى الصوص ده ممكن تعملوا لي فته الفراخ لو حابين، يمشي معاها حلو قوي. وزي ما قلت ممكن تحطوا فيه توم لو عايزين، بس انا شايفه انه ملهاش لازمه التوم قوي في رمضان، كفايه فتت اللحمه فيها توم كتير. تمام، وهاخد بقى الحمام او السمان هوزعه بالشكل ده. همشي بالراحة كده وانا بوزع الطيور. انا شايفة ان كده كفاية. هاخد شوية طبعا من الصوص والبصل والقلوب والكبد والقوانص اللي احنا كنا حاطينها من الاول، بتدي برضو طعم حلو قوي للفتة. الريحة تجنن، انتوا مش متخيلين ريحة الفتة دي عاملة ازاي. هشيلها على جنب، وزي ما زينت الأولانية هزين التانية. خلوني مثلا دي نديها شوية صنوبر، هنزود لها دي فيها أصفر وأخضر كتير، هنزود لها بس حاجة حمراء بالشكل ده، ويبقى دي فتة الحمام بتاعتنا. ادي فتة الحمام. الفتة الاخرانية بقى هي فتة اللحمة اللي بالخل والثوم التي لا يختلف عليها مصري ابدا او بيت مصري. هناخد اللحمة متشربة من الصوص بتاعنا زي الفل. اتمنى انه النهارده يكون يعني خدتوا كفايتكم من الفتات، يعني عايزه بقى ايه العزومه او الفطار بتاع بكره يبقى اخر تفنين. حلو ان احنا نحطها في الصوص ده عشان اللحمه تشرب منه كويس قوي. تمام قوي، كفايه كده. هطفي النار وهجيب بقى شويه بقدونس. فتت اللحم بقى نشيكها اهو. نجيب شويه لوز، يمكن شويه صنوبر اللي فاضلين دول، وبكده تكون حلقتنا للنهاردة خلصت. حلقة الفتة فتينا كتير، عملنا حاجات كتيرة قوي. عملنا ثلاث أنواع فتة فخمين جدا. أول حاجة عملناها مع بعض كانت فتة الحمام واللي انتوا شايفينها دي بالرز أو بالرز زعفران أو الرز الأصفر. عملنا كمان أو قلنا فتة الحمام ممكن تتعمل بالسمان. عملنا مع بعض كمان فتة الفريك بالفراخ المتحمرة في الفرن.
عملنا مع بعض فتة اللحمة، بس قلنا بطريقة جديدة اللي هي فتة الشوي أو لحمة الشوي. شوينا فخدة في الفرن وبعد كده نصرناها نساير وحطينا لها بقى الفحمة، ادتها نكهة الشوي ورجعناها للصوص. الحلقة النهاردة كانت تقيلة وكانت مليانة وكانت متعبة على كل المقاييس، لأن الدنيا حر وكون البوتاجاز كلها مولع فيها كل ده والفرن، لكن كنا مبسوطين جدا ان احنا اديناكم انواع كتير لطبق انتوا بتحبوه وكل معازمكم بتحبوه. والمصريين بصراحة والبيوت المصرية ما بتعيش غير على الفتة في المناسبات والعزومات واللمة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. ضيافة اسيا لسه مستمرة، هشوفكم بكرة ان شاء الله حلقة جديدة ووصفات جديدة احلى واحلى في ضيافة اسيا على قناة ست البيت. اشوفكم الحلقة الجاية.